صلوا على محمد وآل محمد، كلنا نصلي على محمد وآل محمد. طبعا بدأت امتحانات الدور الثالث، وأني طبعا رسل تعرفونها هي طالعة بدرسين، هو التاريخ والإنجليزي. طبعا هنا سوينا على السريع يعني، تريقت ونظفنا البيت، وهماتين طبخت غدا، حتى أنا شنو من نرجع الظهر أنتوا تدرون يتأخرون، لأنهم وقتهم 3 ساعات الفترة مالتهم. هنا سويت أني دجاج هماتين، وسويت ثمن، كملت كل شي بحيث بس من نرجع يعني كل شي ما عدنا مجرد نصب غدا. اذا وصلت لهنا لايك واشتراك من ايديكم الحلوه، وان شاء الله يا رب يوفق الجميع ويوفق جميع طلابنا بحق محمد وال محمد، وان شاء الله النجاح لهم، لان فعلا هم يستاهلون النجاح والله العظيم. ولو تشوفون حالهم انا شفتهم، وهسه راح تشوفون شنو اللي صار هناك ويا الطالبات. طبعا هاي هنا اخذنا توك توك، اول يوم رحنا بالسياره، وثاني يوم لا والله اخذنا توك توك لان كانت السيارات مصطفى. فهنا جو بنات طبعا متاخرات على الامتحان، وهن جايات الوحيدين بدون ما يجون وياهم اهلهم، وهذا كلش غلط. وهنا ما لقينا الرقم الامتحان يوم، ولقينا هنا مثل الامتحان مالتنا بالمدرسه، بس الحمد لله والشكر. وشلون خطيه صار بحالهن، والله ينبكى على حالهن. الناس خطيه اخذوهم ركض اهل السيارات وطلعوا بهن يودوهم للمدارس ويدورون على المكان اللي هن بيه القاعه مالتهم. طبعا هذا اكبر غلط من الاهالي بينهم، يودون بناتهم الوحيدهم ليش هيك؟ يعني المفروض هم يجون وياهم، حتى انا شنو، او حتى انا يجون يعني قبل يومين ثلاثه يشوفون الرقم الامتحاني مالتهم. والمفروض هاي يعني الشغله تكون منتهين من عتها، بس ما يدزون لوحيتهم. وهاي ايش قد طبعا اجني وحده، اجتي طبعا فايت من الوقت نص ساعه على الامتحان الانجليزي. زين وهاي بعدها ما لاقيه، زين راحت عودي يدوروا لها المدرسه. زين هاي شوفت توصل، شوفت راحت هاي، ومن يقولها ماتين راح يقبلون يدخلونهم. بس اتمنى من الله واهل البيت وكليتنا دعينا لها ان شاء الله، لان ان شاء الله يقبلون وتدخل القاعه مالتها. طبعا هاي هنا اول ما رجعنا بس صبينا غدا وكل شهيتنا نظيف. طبعا انت تدرون قبل من نشر ذاك الفيديو ما كان عندنا غاز، فدزيت مصطفى يجيب لنا غاز، فجاب الغاز. لما احنا تعرفون اكو يعني شو اسمه مؤشر على الغاز، فنعرف ايش قد فيها الدبه. ما راح اعرف وياه والله. هذا نيك متروسات يبيعن بسعر، وهذا اني قسموهن على اثنين، فهسه راح اطلب المدير واقول له هذا انا راح اشتكي فيه. طبعا هذه الدبه هي كان بها شوفوا الجيش مالتها مأشرة على النص، فرجعوها يا ريت ما رجعوها، جابوا النوبه واحده هي بها النوبه ربع، وهم راحوا رجعوها. صارت هناك طبعا طلابه، بعدين قال لعمي ما ريدنها انطينا فلوسنا، وبعد ما راح اشتري منها فاشتروا من ابو العربه. هذا هنا من ابو العربه والجيش مالتها ام فول. طبعا عيب عليكم يعني البوق هذا عين عينك، يعني حتى الدبه مالت الغاز بديتوا تسووها بدل ما كامله تبيعوها ربع ونص. يعني احنا من نحكي ذيك مره من حكيت على الحصه كلها قبت علي، قلت ليش تحكين على الدوله وكذا. يعني والله العظيم يعني احنا ما نعرف منين لقاها، من الدوله، من اللي يبيعون، من كذا، ومنو علمهم وشنو هذا؟ لانه هو الكبير للصغير كلها تبوق يعني. زين حتى الغاز ما سلمنا عليه والله، بعد ما نشتري والله من المحطات. أنا ما أريد أعمم على المحطات كلها، لكن هاي المحطة اليمنى هنا بالبياع السيدية، لا والله هاي الشغل مالتهم يبيعون طبعا نص وربع دبة، والله إن شاء الله ينتقم عليهم وإن شاء الله لم موفقين بيها. طبعا جاني مسواق كلش كبير، إيش قال بيه؟ يعني إيش تتوقعون؟ كل شي بيه. وهذا المسواق بيتمين بهذه الحلويات بأشكال بالأجباس بأجبان بكل شيء سبحان الله. وهسه راح أقول لكم شنو السبب. يعني قاعدة طبعا قبل الامتحان، فجت رسل سمعنا الباب طبعا، فقلت لرسل هذه خطية مرة تريد بس بوتيتا وطماطة أي، وبعد كل شيء مرة قلت فلوس مرة، قالت لا مرة. طبعا رحت للثلاجة انا ماتين كنا تدرون ديك المرة انا مصورة مسواق، فخليت لها من كل، خليت لها الخيار، خليت لها يعني كل شيء خليت لها، وخليت ماتين فلوس وسويت لها علاقة وانطيت اياها، قلت لها بالعافية عليها بدون معاني. قلت لها انطيتها الرسل، قلت لها روح انطيها. والله العظيم ثاني يوم واذا شوفوا هذه جتي علاقة كلش كبيرة، شوفوا هاي مجموعة من الاجبان والتمين، والله العظيم الحلويات اشكال البيزة ما تتصورون. والله اني يعني هاي طبعا قبل هو كان يجيب لنا هيك شغلات، بس هاي قبل 5 اشهر ما ادري ايش قد، يعني تقريبا هو صار فترة ما يجيب لنا هيك سوالف، لكن المرة انا تفاجأت والله العظيم. لكن هي هاي الله سبحانه وتعالى
لانه شنو يقول لك البشر بهاي البيزه كلش طيبه، سلامكم مليون الف عافيه. طبعا يقول للبشر يا عبدي ان يعني هاي الصدقه اضاعفها لك اضعاف اضعاف. فشوفوا السائل من يدق الباب يقول لك السائل لا تنهر، والله العظيم يعني هذا السائل قد يكون يعني مو بشر، قد يكون ملاك، او قد الله يريد يشوف العبد هذا ينطي او ما ينطي. فاذا انطى فالله سبحانه وتعالى انطاه، انطى للعبد هذا وارزقه من حيث ما يعلم منين يجي، والحمد لله والشكر. وشوفوا مو بس هاي لا، وجدت وهساني طبعا راح انزل لكم فيديوهات وراح تشوفون ايش قد اجتني شغلات. الحمد لله والشكر، اللهم بحق محمد وال محمد، ان شاء الله يرزق الجميع بحق الحسين ابو عبد الله، وان شاء الله يرزقنا برضا رب العرش علينا بحق محمد وال محمد. اهم شيء هو رضا الله علينا، هذا هو اهم شيء والله. هذه هنايا طبعا انتم تعرفون هو كل مره صح يجيب لنا ويا بيبسيات، بس هالمره لا. طبعا هذه العلبات مالت هذه الكاكو كلش طيبه، هاي الوحده على 3000 بها 24 وحده، اما الاجمال كلها على 500، وهذا الجوكر لوب 10 لوب 12. هذه هنايا وهماتين جاب خبز والحمد لله والشكر. طبعا هنايا عزلت هذه الاجبان هماتين كلها خليتها هنايا ويا هذا ويا القمر، والحمد لله والشكر. ثاني شغله والله دائما احنا يعني نعتب على الاهالي انه دائما يتمون خطيه بناتهم، وخاصه بوقت الامتحانات، لان هنا أنا اصعب هذه مرحله هي الامتحان، وصعب على الطالب هو يعني امتحان وزاري، يعني مو امتحان عادي، هذا الوزاري صعب انه ما يلقى القاحه مالته، وهنا أنا بعد من راح يدخله، وهذا مستقبل هنا يعني المستقبل مالته اذا ما دخل او ما لقى القاحه مالته يعني خلاص انتهى بعد مستقبله، يعني والله حرام، والله يعني جريمة، هاي جريمة بحق يعني ابنائكم. وان شاء الله رب، ان شاء الله يكون بعد ما حد يكرر هذه السالفة المو حلوة ابدا. طبعا هذه كليتها راح اعزلها وياكم، وهنايا سويت العشاء بما انه جايبينهم بيزة وجبن. صلوا على محمد وعلى محمد، كليتنا نصلي على محمد وعلى محمد، ولا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى هنا شنو يوصلكم كل شيء جديد. وبما انه هم جايبين بيزة جايبين لنا وجبن وخبز حار، فقلت خلينا نسوي العشاء من هذا، وخير وبركة، سهمكم مليون الف عافية. اذا وصلت لحد هنا لا تنسون اللايك وشيروا الفيديو بيناتكم. طبعا هنايا سويت همتين عشاء، هذه هنايا انا عندي مواعين طبعا على السنك، وهنايا قلت خلينا اخلي الباذنجان بالطاوة، طبعا ما اعرف هاي شعراية فوق الكاميرا والله ها، وش لو يشوفون كل ساعة امسح بالش اسمه بالعدسة وماكو هي تفتر، والله ايش العاد قلبي هالسالفة هاي، وهم بغت بس ما قطعتها عفتها لكم. هنايا خليته قلت خلينا اكمل اني اغسل المواعين، هما ما بقى عندي بس الامتحان التاريخ، وانا شفت محافظتها اياه طبعا الشهر الزمتها والله العظيم، وحفظتها كل شيء حفظتها الحمد لله وشكر. وانا اقول لكم بس الفصل السابع هي ما قبلت تحفظه، لا هم انا حبيت احفظ اياه، قلت خلينا احفظه على الشسمه ناخذ فقط المرشحات وهذا هو. لكن الحمد لله والشكر جت الاسئله كلها من البدايه وكلش والله سهله، وكل الطلاب طلعوا فرحانين، وان شاء الله يفرحون بحق محمد وال محمد. والله خطيه تعبه والله العظيم، يعني صدق يعني كسران الخاطر، وهذا مستقبلهم الواحد المفروض ما يستهان به، ويا ريت يعني هماتين المدرسين لا يستهانون بالطالب او بخط الطالب، او انه يعني ما كتب كلمه يعني بالبدايه او راس يعني قلم، لكن المضمون هو كله صح. شويه حرك نفسك واقرا المضمون وراح تلقى والله الجواب كله صحيح، لا هو إذا بس يعني أول كلمة غلط يعني خلاص خليت ضربت عليه إكس وخلاص وخليته عليه صفر، ما يصير والله العظيم، طول خطية طلاب وهم ماتية. وهذا رسل جابت هذه البزونة الحلوة ايش قد حلوة هاي بطوطة صغنونة، فهنا هم ماتين هو التصليح العادل وشوية يعني هم ماتين ساعدوا الطلاب، وهذا كله تم ميزان حسناتكم والله العظيم، هالدنيا والله ما تسوى وما بيها في شيء حلو والله العظيم، وكلها هي مثل في الشجره تطب منايا وتطلع منايا وخلاص هالعمر هذا. شوف ايش قد عالم دا تروح وتجي، ويا شوف اخوك يروح ابوك يروح جارك يروح، ومعنى ذلك شنو يعني انت هم ماتين رايح وراهم. فيا عمي هل خلصتكم شويه بالطالب، هي فرحه الدنيا بيها كم فرحه، فرحه بسيطه وقصيره، هي اللي تبخلون بها على اولادكم وهم ما جوكم من المريخ. خفيفة على اللسان ثقيلة بالميزانية، صلاة على محمد وآل محمد. طبعا لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، ويا ريت المتابعين كل مرة هالفيديوهات كلهم
يعني الجوني 30 و20 و50، هذول لو كليتهم مجموعهم من فيديو هماتين يسوي لي ذاك الحساب، وهماتين يعني اللايكات تكون تصعد. طبعا انا اتعب بالفيديوهات بنات، بس للاسف يعني والله يعني الصراحة التفاعل والله مو شيء نهائيا، لكن ارجع واقول هذا الشيء الحمد لله والشكر، المهم نحمد الله ونشكره. هنايا هذه سويت العشاء باذنجان وكلش طيب، ما فاضل من عشاء الباذنجان طبعا. ايش قد نجيب اكل وايش قد نسوي شغلات، لكن والله العظيم يظل الباذنجان وحش الطاوة هو الاهم شيء. طبعا بنات اهم شيء هي التفريزات، نفرز كباب نفرز كوبا، يعني هذين كلش مهمات، وخاصة يعني همات يعني شلون يقللن عليك الوقت، او مثل يوم كباب وبيض، مثلا يوم باذنجان وبتيتا، يوم كذا يعني كوبا، يوم يعني ذني كلش، وهماتين شوية يخلن المصرف يهدأ. ولا تقولوا لي ميزانية ولا تقولون اي شيء، ترى المصرف والله العظيم مرات يجي شهر يكب قب كل شيء ما يفيد بيه نهائيا، والله واذا كانت كل الشغلات غالية، وطبعا هالايام يعني مطر وكذا، هذه الامطار راح تأثر على المخضر وعلى المزروعات، وخاصة يعني الخضورات هذه راح تكون تغل، واذا نزلت او جابوها راح يكون شوي الاسعار مالتها يعني تغلى. اذا الطماطم كانت يعني هسه بعدي قرب 2 و3، فافضل شيء هسه واحد يجيب له 2 و3، وهناي هماتين السماء فتحت الابواب مالتها، اثناء ما تبرق السماء هناي فتحت ابواب السماء، فاستغلوها بالدعاء بالشفاء من جميع الامراض والله العظيم. طبعا خاصة من اثناء ما تمطر الدنيا ينقذكم، تفتح الابواب السماء، فالله سبحانه وتعالى تجي الدعوة محلها، فادعوا والله هناي الواحد لازم يستغل هذا الشيء. اما احنا مستغلينها بس بالستوريات والله العظيم. هنا يخلص الفيديو مالتنا، احبكم كل شوية مع مليون مليون الف سلام.